انا مش عايز حضرتك تحس بيأس او احباط، لان المشكلة دي مشكلة عامة مش مشكلتك لوحدك، يعني مش مشكلة فردية. بالعكس، ده جميع القنوات الغير مفعلة ربح على اليوتيوب تعاني من مشكلة خصم الساعات، وهذا يسبب احباط لمنشئ المحتوى. عايز اقول لحضرتك، مفيش منشئ محتوى بيقبض دولارات من اليوتيوب الا وبالفعل عند بدايته على اليوتيوب كان بيتخصم له ساعات. فمش عايز حضرتك تحس بيأس او احباط، ده امر طبيعي، بس انا عايز حضرتك في الفيديو ده تفهم الفرق بين التحديث والاحتساب الخاطئ للساعات وخصم الساعات. من الاخر، عايزك تكون صايع علشان تفهم اللي بيحصل في قناتك ده ايه. يعني لما نيجي نبص على القناة اللي قدامنا دي قناة حماية على فكرة، لما نيجي نبص على القناة اللي قدامنا دي ونبدأ نبص على الاحصائيات، فلو جينا بصينا على احصائيات قناة المستشار عبد الله سالم حماية، لازم امجد فيه ده، بحبه يا جماعة، ماشي، بصينا على الاحصائيات وجينا هنا على الشمال هنلاقي فيه تواريخ. التواريخ دي هي تواريخ احتساب الاحصائيات اللي قدامك. ركز بقى معايا، لان حضرتك لما تيجي تحتسب الساعات بيتم احتساب اخر 365 يوم. فلو جيت عملت منذ الانشاء هنا، القناة دي بقالها اكتر من سنة تقريبا او سنتين كمان تقريبا من 2020، فبالتالي عدد الساعات ده احتساب خاطئ للساعات، والاحتساب الحقيقي لا يتم احتسابه سواء من 365 يوم او من الاحصائيات او من عدد الساعات اللي موجودة هنا. ليه؟ لان هنا بيتم احتساب الساعات الناتجة عن الاعلانات الممولة، وهذه الساعات لا يتم اضافتها في خانة تحقيق الربح فلا قيمة لها، وهنا احتساب خاطئ. رقم 2، الفيديوهات الغير مدرجة والفيديوهات المحذوفة وكمان الفيديوهات التي الساعات التي يتم تحقيقها من الفيديوهات القصيرة. فبالتالي لما اجي ابص على الساعات ما ينفعش ابص عليها من هنا اطلاقا، ولا من التحديد ده اطلاقا، ولا حتى من النطاق الزمني ده اطلاقا ما ببصش هنا. اما لما اجي ابص على الساعات ابص منين؟ واعرف ايه هو التحديث، واعرف ايه هو عدم التحديث، واعرف انا بقابل مشكلة ازاي، واعرف ايه هو الخصم. حضرتك متابع وبتتابع بشكل يومي عدد الساعات اللي موجودة عندك في قناتك بالاضافة الى التحديث وتاريخ التحديث، لان ما يتم اضافته من ساعات في خانة تحقيق الربح يتم اضافته باثر رجعي 48 ساعة سابقة. في 48 ساعة لم يتم اضافتها، بيتم اضافة اللي قبل 24 ساعة، 48 ساعة اللي قبل 48 ساعة، وده هتشوفه قدام حضرتك. النهاردة 16/9، لو جينا بصينا على حرف الاي الصغير ده وجينا بصينا على تاريخ التحديث 14/9/2023، اي يتم التحديث بتاريخ 14 يوم 15، لسه الساعات اللي جت لم يتم احتسابها اليوتيوب يا استاذة سهيلة، لسه الساعات اللي جت امبارح ما تمش احتسابها، لان التحديث لسه ما تمش وتاريخ التعديل لسه ما تمش. فبالتالي الساعات اللي قدامي دي هي ساعات اخر 365 يوم الى يوم 14/9/2023. طيب لو انا النهاردة جيت بكرة لقيت التحديث ده التاريخ ده اتعدل والساعات دي قلت، يبقى هنا حصل عندي خصم في الساعات، يبقى الساعات اللي عندي نقصت. الساعات اللي عندي نقصت نتيجة ان انا ممكن اكون عديت سنة، نتيجة ان انا بستخدم المتصفح الخفي في الفترة الاخيرة، نتيجة ان انا بستخدم مواقع وهمية علشان تجيب لي ساعات،
نتيجة إن أنا بخلي أخويا يتفرج عليا 40 مرة على نفس الفيديو، نتيجة إن أنا ما عنديش مشاهدات حقيقية. فهنا أنا عندي تاريخ التحديث والتعديل الأخير 14/5، 15 ما اتحسبش، 16 ما اتحسبش، خلاص أنا زي الفل. يبقى أنا هنا لازم أفهم الجزئية المحددة اللي أنت لازم تحط نفسك قدامها، إن الإحصائيات أنا ماليش علاقة بيها، الإحصائيات دي أنا ماليش علاقة بيها، اللي ليا علاقة بيه هي خانة تحقيق الربح. مع خانة تحقيق الربح هبدأ أشوف أنا عدى عليا سنة ولا لأ، وبالإضافة إلى المتابعة اليومية لعدد الساعات مع تاريخ التعديل. وركز معايا لأن الموضوع ده مش مطول معانا، لأن القنوات اللي تم دخولها في برنامج اليوتيوب الموسع حرف الاي لسه ما ظهرش عندهم، التحديث ده لسه ما ظهرش عندهم. لما اجي ابص هنا واشوف فين، فين هنا كان موجود واختفى، فين هنا كان موجود واختفى، فين حرف الاي، فين حرف الاي، طب ابص هنا، طب اضغط هنا، طب اضغط هنا، طب اضغط هنا، مش موجود قدامي خالص حتى في استوديو الموبايل. يعني دي قناة من اللي دخلت برنامج اليوتيوب الموسع اللي هنشرحه بالتفصيل الفترة اللي جاية ما ظهرش فيها الحرف الاي ولا انا شايفه في اي مكان. يعني انا عمال اشوف كده حرف الاي، طيب مش لاقيه في اي مكان هنا اطلاقا. فركز معايا، الشرح ده للقنوات القديمة اللي لسه ما دخلتش برنامج اليوتيوب الموسع. لو عايز تفهم الفرق بين برنامج اليوتيوب الموسع وبرنامج اليوتيوب، برنامج شركاء اليوتيوب اي الانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب، اليوتيوب الموسع والعادي نشرحه لكم في فيديو ان شاء الله. هنا الساعات لم يتم احتسابها لان تاريخ التحديث لسه بأثر رجعي 48 ساعة، فمش محتاج ان حضرتك تقلق. تقلق امتى؟ لو كان في تحديث للتاريخ وخصم في الساعات، فهنا في ايرور، في غلط عندك. ففوق يا فاروق، وبلاش نعمل حاجة مخالفة، وحاول على قد ما تقدروا تقدموا محتواكم. شكرا جدا للمستشار عبد الله سالم، انا شرحت على قناته لان دي القناة الوحيدة تقريبا اللي عندي غير مفعلة. طبعا لو حد اي استشار اي قانونية يدخل بقى يستشيره، ماشي، بس يدفع عندنا نتجوز. شكرا يا جماعه.